على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة حكاية عن طموح كبير. هذا النجاح يضاف إلى نجاحات سابقة اتحاد شباب العهد الأسطى، بارك الله فيهم الذين يبذلون وقت مجهودهم لخدمة أهلهم، شكرا لهم، احتفال رائع وقاعد يستمروا في هذا النشاط الجيد والذي يقدم الخير لأهلنا. وبالنسبة لإخوان طلبة العلم أتمنى لهم المزيد والمداومة على العلم والتعلم، إنه مصدر قوتنا وعزنا إن شاء الله، وهو يرضي ربنا وهو بر بوالدينا، بارك الله فيكم.